ما مشكورة هذه في تونس. يعني نلعب وحدنا نضيعوا في الوقت ديما طايحين 7000 مرة الجول طاح يزيدك 6 دقائق تقول لك اوكي مسؤولين يطيشوا في كرة هما رغم مسؤوليات ما ثماش ماهيش كرة في تونس الحمد لله نحن اليوم عملنا اللي علينا ونستحقوا باش نربحوا الحقيقة عملنا ماتش كبير مي الحمد لله هذيك الكرة في تونس معنا ما نعمله ان شاء الله الماتش الجاي مازالت ماتشات قدامنا ان شاء الله قلت ربي البطولة في صفاقس ان شاء الله.